كيف حالك؟ بخير. اسمك الكريم؟ جميلة سالمة بطن. مين؟ جميلة سالمة بطن. جميلة جميلة. أين يقع قبل مطحن؟ إيش تضحكي؟ أنا يقع في الضحكة. أنا مش متعلمة. أنت إيش؟ أمي يعني. هاي طيب ما زرتي منطقة اسمها قبل مطحن خالص. يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عارفيني باسمك؟ أحمد محمد أحمد حسن. أحمد إيش تدرسنا بجامعة تعز؟ مختبرات. سنة كم؟ سنة ثانية. الله يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال بعشرين ألف. أين يقع قبل مطحن؟ أين يقع قبل مطحن؟ الله بلاحق. لا مش بلاحق. أزعت لك فرصة ها. هم على فكرة يغششوك غلط. أين يقع قبل مطحن؟ الله سمعت عنه؟ حقه. لا مش حقه. يعطيك العافية. شكرا. عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك؟ ميمونة. من وين يا ميمونة؟ أنا من إب. من إب. وش عملي بعدين؟ طلعنا عند أبوي رحلة. أيوة. طيب ميمونة أين يقع قبل مطحن؟ قبل مطحن؟ والله ما أعرف. حاولي. وفي المناطق المرتفعة؟ تعز. راحت عليك. عرفني باسمك؟ بسام علوي محسن صالح. بسام من وين؟ مشعلة يافع. يافع. مشعلة يافع. مشعلة يافع. بسام أين يقع قبل مطحن؟ مطحن؟ قبل مطحن أين يقع؟ هذا الجبل إيش اسمه؟ الجبل ثمر. والجبل اللي هنا إيش اسمها؟ هلا. ها؟ جبل لبعوس. لبعوس؟ ها؟ قبل مطحن اين يقع؟ ها؟ قبل مطحن اين يقع؟ بيافع. لا مش بيافع، غير يافع. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ اللهم لك الحمد. عارفين باسمكم؟ ثامر سلطان محمد عبد الله. من وين؟ من تعز. من تعز. اسمك؟ سلطان احمد سعيد معروف. من وين؟ من الحديده. من الحديده. يا حيا، اين يقع قبل مطحن؟ قبل مطحن؟ قبل مطحن في وصاب في دمر. اين يقع قبل مطحن؟ في دمار في وصاب. متأكد؟ 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 وصاب العالي ولا لا؟ مش عارفة. أنا أسألك أين يقع قبل مطحن؟ متأكد. وصاب العالي. آخر إجابة؟ قبل مين؟ إيش عرفك؟ طيب إيش عرفك؟ أنا متزوج من وصاب. أها متزوج من هناك. أيوة. وأنت ما أنتش داري أن يقع قبل مطحن؟ خالص؟ ولا رحت ولا سافرت ولا شيء؟ ولا شيء. طيب إيش اسمها المنطقة هذه؟ هذه اسمها البريقة. البريقة. إذا هنا البريقة في عدن. في شواطئ البريقة في محافظة عدن يقع قبل مطحن في وصاب. في وصاب العالي في محافظة دمار. محافظة دمار. واسمك الكريم؟ ثامر سلطان محمد عبد الله. ألف ألف مبروك للأخ ثابت حصوله على جائزة 20,000 ريال. ثامر وليس ثابت. من ثامر. ألف مبروك لثامر. طيب صفقوا له. شكرا لك.